عليكم ورد وياسمين. مشاهدينا مرحبا بكم معنا حلقه جديده من برنامج كيف الحال من حلقات يوم الجمعه اللي تنحاولوا ما امكن نبعدوا فيها شي شويه على المواضيع اللي فيها مشاكل وفيها بحث دائم على حلول الى غير ذلك، ونقترحوا عليكم اشياء اللي هكذا شي شويه مختلفه. منها الموضوع ديال اليوم اللي هو عن الاستشفاء الذاتي، واللي هذا سي ان كونسيبت اللي تيتكلموا عليه بزاف الناس اللي كيتعاملوا بالطاقه الحيويه اللي هي طاقه بديله، والعدد كبير من الناس كيلجؤوا لها باش تقلبوا من خلال على الراحة النفسية ديالهم. معايا اليوم ضيفة اللي تعرفتوا عليها في حلقة سابقة، هي السيدة صالحة تفكرت. صباح الخير لالا صالحة. صباح النور العزيزة. وانتي متخصصة في الطاقة الحيوية ياك، اللي كيتسمى اليوم لو كوتشين سبيريتوال، وانا كنلقاو بزاف يعني هذا لو كوتشين سبيريتوال، العودة للذات. كاين يعني كاين اقبال على هذا النوع ديال لو كوتشين؟ كاين اقبال كبير، بحيث ان الناس بدات كتوعى بهذا العالم اللي كنا بعدنا عليه. العالم الروحي. العالم الروحي بعدنا عليه بكثرات الحركيه والستريس اللي كنعيشوه. كاين حتى العامل ديال لا بانديمي اللي حتى هو اثر فينا بزاف، واخا كان عندها سلبيات كثيره الله يبعد علينا هذا الوباء، ولكن لعبت واحد الدور في انها من كثرات ما لينيرجي ديال الحركه وديال الستريس ولي نوفيل تكنولوجي طغاو على الارض، خاص يكون واحد التوازن. سكيفي الطاقه دارت لنا واحد لو غران ستوب باش نوقفوا مالغري نو مالوغوزمون، حيت ما فهمناهاش قبل واضطرينا اننا نحبسوا ونديروا واحد الرجوع للذات ونديروا واحد لا ريفيزيون باش نشوفوا ذاتنا. سي با الكا بور تو الموند، ولكن المهم بزاف ديال الناس. الوغ يعني من بين هاد الاشياء اللي كتهتم بهم هاد الطاقه الحيويه او لا اي حاجه عندها علاقه بهذا الرجوع للذات والرجوع للروح والسمو الروحي، كاين الاستشفاء الذاتي. احنا باش نكونوا يعني واضحين، الاستشفاء الذاتي لا يغني الانسان على انه يشوف طبيب في حالات امراض حقيقيه الى غير ذلك، هو تصلح في بعض الاشياء اللي تتكون ما بين الانسان وبين نفسه ما كيعرفش يفسرها ياك. مي شنو تنقصدوا بالاستشفاء الذاتي، وشنو هي الاشياء اللي يقدر يعالجها هذا الاستشفاء الذاتي؟ مثلا الاستشفاء الذاتي هو واحد الكفاءه اللي عندنا كاملين، اللي كاينه في الجسد الانساني. مثلا الا تجرحتي وما درتيش الدواء، كانت شي جرحه بسيطه، ابري كلكو جوغ هذوك لي بلي غيبداو يتجمعوا، غادي اوتوماتيكمون الله يحفظ، الا كان شي انفيكسيون راه الجسد عنده كاع لي زوتي باش يدافع على راسو، والجسد عارف كيفاش يعالج راسو من اي حاجه. ولكن احنا وصلنا لواحد الوقت اللي ما يمكنش لينا بطبيعه الحال نعتمدوا على راسنا، ضروري خصنا نمشيو لعند الميدسان باش ناكسيليرو لو بروسيسوس، وباش الواحد كيستعجل يعني قبل ما يوصل وتفادى المشاكل فعلا يعني. دونك العلاج بالطاقه الحيويه ان رومبلاس با لو تريتمون ميديكال، ولكن كيكون ان اكومبانيومون اللي كيخلي ان الجسد كتفيق هذيك المضغه اللي كتدعم جهاز المناعه اولا. ثانيا تقدر مثلا الا كنتي كدير ان تريتمون ولا اون كور كتبوستيك. حاجه اخرى ممكن مثلا انها تكون اوتيل بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشاكل انواع ديال الامراض بسيكوسوماتيك اللي كتكون ما معروفاش شنو هو السبب ديالها الفيزيائي، وكيكون المصدر ديالها نفسي ستريس ولا مشاكل نفسيه. كيفاش كتكون الطاقه مفيده في هذه الحالات؟ بحيث انها كدير دي بلوكاج، كيكون عندنا دي بلوكاج انرجيتيك في سيغتان بوان ولا دي زيموسيون اللي قدام تيطغفوا له تيبقاو تيتسبوا لينا في مشاكل نفسيه في لاغيير بلون. والجسد ديالنا سي ان ميساجي، تيوصل واحد النهار تيقول لك فوالا الارم، دونك تيخرج لك هذاك لو ميساج. فاش كنديروا الحصص ديال الطاقه اون دي بلوك هذيك الانرجي كي بلوكي، وكيكون الشفاء بطبيعه الحال الحالات اللي كتستلزم الدواء كتعاون بها هكذاك. الوغ شويه فكرتني في مثلا بحال دابا الكوتشين مونتال مثلا، ان اللي كيساعد الانسان على انه يقوي الطاقه الذهنيه ديالو باش مثلا يتحدى الصعاب في الرياضه في مجالات متعدده الى غير ذلك. واش هنا لو ميم برانسيب ان الانسان تيقوي لو مونتال ديالو باش انه مثلا يبرى دغيا، باش انه المرض مثلا ما يخليش دائما غير طريح الفراش، يعني يستجب دغيا للدواء الى غير ذلك؟ وي باش نعطيو شرح اخر حيت الناس اللي كيتبعونا يعني بزاف ديال الانماط ديال التفكير. فوالا دونك هي الطاقه كاينه في كل شيء، كنقولوا تو تي فيبراسيون، دونك كاين فيها بزاف الانواع ونوتامون لو برانا. لو برانا هي الطاقه اللي كنستنشقوها في الهواء، وهي اللي ريسبونسابل على لا ريسبيراسيون ديالنا، وهي اللي كتخلي فينا لينيرجي فيتال. لا ريسبيراسيون هي الحياه.
بالفعل هذيك لينيرجي فيتال، هكاك اسمها طاقة الحياة، طاقة برانا، الحياة، براناياما. طاقة الحياة، وهي سكون ابل برانا العقلية. البرانا العقلية سي لينيرجي كي جينيري سويت لا موتيفاسيون، سويت الافكار ديالنا، قد ما كنا بوزيتيف وقد ما فريمون خدمنا. بالنسبة مثلا لي كوتش اللي كيخدموا غير على لو مونتال، قد ما افونسينا في لو ترافاي مونتال كنكثروا من البرانا العقلية. وبالتالي كاين الناس اللي كيقول لك مثلا قدر انه يافونسي، يحقق اهداف، يتشافى من مثلا اكتئاب، اكتئاب ولا بعض شي حاجه خفيفه، غير بالعقل وبالخدمه على التوكيدات العقليه. دونك الطاقه انواع، مثلا كاينه لينيرجي ديال لو ريكي، هذيك سي لينيرجي يونيفرسال، هي طاقه كونيه، لا فيبراسيون ديالها طالعه بزاف، حتى هي ملي كتدخل اون كونتاكت مع لو كور ديال المتلقي كتطلع لا فيبراسيون، كدير واحد لو فيلتر، كتاليميني كاع الرسوبات لي زينيرجي نيجاتيف، وكتطلع حتى هي من الاستشفاء الذاتي. هكذا يعني. وهذه المساله هذه واش تخصها اكومبانيومون ولا الانسان يقدر يديرها بشكل هو تلقائي؟ كاين بعض الاشخاص اللي كيوصلوا لها تلقائيا واخا ما قلبوش عليها، سويت لي زيفينمون اللي عاشوهم في حياتهم، كاين اللي كيتعرض لشي صدمه ملي تيفيق منها تلقى راسو طلع مستوى الوعي، طلعت لا فيبراسيون، حيت اكتسب لنا واحد التجربه كبيره. وكاين الاشخاص اللي سمعوا بهذا الشيء وبغاو يتعرفوا عليه وبغاو يجربوه، تيطلب ان اكومبانيومون بدي براتيك بيان ديتيرميني، نوتامون دي ميديتاسيون، ان بو دو سوفرولوجي، دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون. بزاف ديال لي ديسيبلين متداخلين باش كتكون الطاقة الاستشفائية. ولكن كاين حالات اللي ما كتمشاش فيها، او لكاين اشخاص اللي عندهم ان بلوكاج مع هذا النوع ديال المسائل مثلا، شنو هذا النوع ديال لي بلوكاج هو اللي ما تيخليش الطاقه الاستشفائيه يعني يكون عندها مفعول على الانسان؟ هو لو بروميي بلوكاج هو الواحد اللي تيكون اصلا ما مقتنعش وما مآمنش. الناس اللي ما مآمنينش وما مقتنعينش ما تيستجبوش بطبيعه الحال، لانهم هما تيديروا كوم ان فخا للطاقه. في الحالات الاخرى انا تنقول بان الطاقه الكونيه خصوصا هي واحد الطاقه اللي دائما بينيفيك، ملي كتدخل اون كونتاكت مع لو كور ديالنا انرجي، با سولمون على لو كور فيزيك ولكن كتخدم على لو كور ايموسيونيل، كتخدم على لو مونتال. دونك حتى اذا ما كانش شفاء تام من هذاك المرض ولا من هذاك الماليز، 100% غادي يكون عنده واحد الامباكت بينيفيك، وغادي تعاون هذاك المريض سواء انه يلقى حلول ولا سواء انه يتخذ قرارات في العلاج ديالو، حتى ميم ميديكال. دي فوا كنلقى كيجيو عندي شي اشخاص اللي ميم بوغ ان ريجيم تي اكزو، ملي تيبداو لي سيونس ديال العلاج بالطاقه تيلقى راسو عنده واحد الرغبه بانه ينوض يدير ريجيم، يمشي يتقطع يكمل العلاج ديالو اللي عاطيه الطبيب مثلا او المختص. دونك هي سي ان اكومبانيومون، دونك حتى الا ما عطاتش نتيجه 100% غادي تعاون وغادي تبوس. تري بيان. الوغ ملي تنقولوا اخر سؤال لانه ما بقاش لنا الوقت، الاستشفاء الذاتي يقدر يكون عنده علاقه باشياء كنحسوا بها في الجسد ديالنا، اشياء اللي في النفسيه ديالنا مثلا، هكذا في المود، في المزاج، الى غير ذلك. وشنو عاود مثلا فاش كيصلح هذا الاستشفاء الذاتي؟ الاستشفاء الذاتي تيتعلق بجوج الامور، بالجسد وبالروح. بالروح هذا كيتسمى علاج شمولي، لان الانسان شنو بغيتي اكثر من الجسد والروح؟ انا كنقلب على شنو كاين عاوتاني. علاج شمولي في الجسد والروح، كاين لي زيموسيون، كاين لو كوتي مونتال، كاين بسيشيك، مي سي ان اونسومبل. العلاج بالطاقه كيعالج جلوبالمون. انا اللي شديت هو انه طريقه من الطرق اللي كتخلي الانسان كيتقوى، يعني نوع من انواع التنميه الذاتيه يعني وتطوير الذات، وان الانسان كيكتسب واحد القوه داخليه اللي كتخليه يعني يتحدى الصعاب والتحديات الى غير ذلك. يمكن هو شكل مختلف والاشكال هي كثيره، كل واحد واشنو كيناسبه. تنشكرك بزاف بزاف لاله صالح على هذه المعلومات هذه اللي اقتسمتي معنا، وهذه اللحظه ديال الهدوء هذه اللي يعني دوزنا معك. شكرا لك بزاف. شكرا لكم كذلك مشاهدينا على حسن المتابعه، والى اللقاء.